عليكم ورحمة الله وبركاته. قراءة روحانية لمواليد برج السرطان. صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أحبابي في الله، كنتوا بتعانوا من السحر أو مس أو تعطيل أو تابعة، شوفوا الفيديو اللي عايزينه أعمله ليكم ونزله على القناة. كنت يا اخواتنا في الله اللي عايزين علاج السحر اكتبوا علاج السحر، او اللي عايزين علاج المس اكتبوا، ونشوفوا الفيديو التعليقات الكثيرة عن العلاج وهنزله لكم، هعمل لكم فيديو ونزله بإذن الله تعالى. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، فضلا ادعموا الفيديو باللايك أحبابنا في الله. هشوف هنا عندك عند البعض هنا فرحة في بيتك بإذن الله تعالى، فرحة في بيتك، ديالك الفرحة خلاص، ربنا هيطلع لك الخير من وسط الأزمات حتى لو أنت مش شايف الخير ده، صدقني هتلاقي الحلو طلع لك فجأة من حيث لا تجري. اوعى تقلق، ربنا مش هيخذلك، ربنا مش هيخذلك، هيطلع لك كل الخير. الفرحة ديالك، هتنصدم من الفرحة، عندك يعني مفاجآت كثيرة، عندك فرحة كبيرة ديالك، عندك طريق سفر، او انت بتتمنى تسافر، انت بتتمنى تسافر. صلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. شايفنا الازمات المادية ملحقاك خلال الفترة دي، وانا شايفك هنا يعني انت عانيت من كثير المسؤوليات اللي بتزيد فوق اكتافك يوم عن يوم. بقول ليك انت مستحمل هموم مش كدك، ومجبر انك تقوم يعني تستحملها، مجبر انك تستحمل. شايف هنا، اللهم صل على الحبيب، احنا بقينا هنا برضه يعني في زمن انعدم منه الضمير، وانت صعبان عليك نفسك بسبب التعامل مع الاشخاص معاه بطريقه في نوع مش كويس. احذر من الغيره، لان الغيره تولد معاك مشاكل خلال الفتره اللي جايه. عندك اشخاص هنا، الاشخاص دي يعني هتتهمك ببعض السلوك اللي هتتعبك، وكأن اتهامهم ليك بالحقد داخلهم ليك، حقد كبير. رب العالمين هنصرك عليهم. في بعض هنا اشخاص يعني حواليك نيتهم ليك مش حلوة، بس الفترة اللي جاية شايفك هتتعامل مع شخص هيفتح معاك طريق شغل او رزق كويس ليك. شايف عندك هنا يعني بقول ليك طالت انتظارك، يعني انت منتظر في امور كثيرة حواليك، انت على وشك انتهاء من مرحلة مرهقة، مرحلة متعبة. شايف امنياتك هتبدأ تتحقق، وكأن شايفك هنا يعني هتبدأ تحافظ على اوضاعك في بعض الامور، هتبدأ تظبط معاك. شايفك هنا ماشي في طريق يعني طريق شغل، او مقدم على طريق شغل، مقدم على طريق شغل او مستني شغل، لان شايف طريق الشغل قدامك ديالك. شايفك هنا بس محتاج تبعد عن السلبيات اللي موجودة في حياتك، او يعني او مكسر عليك بشكل يومي، يعني شايفك هنا مفتقد الفرحة، افتقدت الفرحة، وافتقاد الفرحة دي مسبب لك المتاعب النفسية. بقول لك بقدرة رب العالمين عندك الفرحة والسعادة الأيام اللي قادمة، وأنت هنا بذكاء هتقدر تبعد عن أي مناقشات توقعك في مشاكل، وأنت بغنى عنها، بغنى عنها. الحظ هينفتح معاك قريبا، وكنا شايفك هنا يعني هتقدر تخرج من التقيد والتكتف اللي انت موجود فيه، هتخرج بإذن الله من كل المعاناة دي ومن كل التعب ده، هتخرج منه. شايف هنا في إنسانة مقربة منك بتتكلم في ظهرك بالباطل، الإنسانة دي مش كويس، بتتكلم في ظهرك كتير بالباطل، بس احذر من الاستغلال العاطفي لانك هتتعرض له، هتتعرض
للاستغلال العاطفي. عندك مشكلة مع حد من المقربين، المقربين في مشكلة مع حد شافك هنا، وبينك وبين نفسك بتحس بظلم، ولكن من كرم ربنا عليك بينصرك عليهم. في شخص هنا يحاول يردع ياخذ مكانه من جديد لقلبك، بس انت هنا هترفض، هترفض. هو عايز يردع الشخص ده ياخذ مكانه من جديد في قلبك، بس انا شايفك انت هترفض، هترفض رجوعك لي مره تانية. الفتره دي عندك شويه تعب، شويه ارهاق هتخلص منه. شايفك يعني هتبدا تجمل امور، تظبط الدنيا معاك. شايفك هنا تتعرف على شخص، العادات والتقاليد متغيرة على عاداتك وتقاليدك، بس عايزك تحذر من النميمة والفتنة، من النميمة والفتنة، لأن ممكن يعني تكون دائرة حواليك، تكون دائرة حواليك النميمة والفتنة، فاحذر كما أقول لك. اللي شايفك هنا يعني اللهم صل على حبيب المصطفى، في مشكلة مع شخصية هتكون انت طرف فيه، شايفين بيدعوك للإيجابيات، أفكارك السلبية ملهاش أي وجود في الحقيقة. في حد بيديك هدية غالية على غالية، بتديلك الهدية دي، شايفك انا بتقعد مع شخص له مكانة كويس وبيتقدر مكانته الاجتماعية، له مكانة كويس الشخص ده. شايفنا انت محتاج هنا تعطي نفسك وقت من يعني بالتفكير الصح، فكر صح علشان توصل للي انت عايزه. عندك هنا تبرر لاشخاص، في كلام، في مشاكل، او انتوا اتنين هنا يعني بتبرروا نفسيكم، او انت بتبرر نفسك وهو بيبرر نفسه، في قاعدة ما بين بعضيكم، هتنتهي بالصلح ان شاء الله. بس انا شايف ان عندك شخص يعني هيخنقك، يعني هيضايقك او هينرفزك او هيخنقك من طريقة حديثه معاك الفترة دي. شايفك يعني هنا عندك يعني هتعاني بحالة يعني حالة عاطفية غير مستقرة. بقول لك هنا ظروفك المادية فيها تقلبات، ولكن الفترة الجاية الوضع المادي معاك هيتحسن. في أشخاص هنا هتاخذ منك موقف بسبب الغيرة، احذر هنا الفترة دي من الخلافات العائلية. في أشخاص هنا حاسدينك لدرجة كبيرة، حاسدينك مسيطر عليك الحسد، حاسدينك على فرحتك، على انبساطك، حاسدينك على اي حاجه، بيتمنوا لك الشر، يجي لك من اي مكان للاشخاص دي. لك النصر، النصر عندك من رب العالمين جاي لك. شاف في حد هنا هيظلمك، في كلام هيقولوا عليك، الشخص ده هيظلمك في كلام هيقولوا عليك، وعندك شخص هنا مهم كان ليه معزه جوه قلبك. شايفك هنا متردد تاخذ خطوه اتجاهه، شايفك عندك تردد، متردد تاخذ خطوه اتجاهه، في مكالمه تليفون او رساله هتديلك. شايفك هنا بس انت هتبص فيها ومش هترد عليها، رساله هتديلك او مكالمه بس انت هتبص ومش هترد عليها. في عندك وحده ست تصرفاتها معاك يعني هتكون مش عاجباك، ست تصرفاتها مش عاجباك انت، وفي نفس الوقت ذات الوقت مش هتكون قادر يعني تكلم او تعبر. في فرصه السفر جيالك، فرصه السفر جيالك، واحذر من يعني التجسس عليك من اشخاص حواليك، احذر من التجسس من الاشخاص اللي حواليك، هدفهم يعني انهم يوقعوك او يخرجوك عن شعورك. رب العالمين هيقف معاك، رب العالمين هيقف معاك وهينصرك، لان في اشخاص مش كويسه بتتمنى لك الشر،
عايزة تأذيك، عايزة تكسرك، عايزة تأذيك بأي حادث، عايزة تدمرك. الأشخاص دي مش حباك، يعني شأنك يعلي أو تعلى في شأنك أو توصل للهدف اللي أنت عايزه. اللهم صل على الحبيب المصطفى. خلي بالك هنا في أشخاص حواليك يعني برضه مش كويسة جوه، بس رب العالمين هيقف معاك. في موضوع خصام أو مشكلة مع حد، أنت هنا عطي حد فلوس أو منتظر فلوس حد يديبها لك، شاف حد بيديك فلوس، عندك موضوع في محكمة أو قضية، عندك موضوع في محكمة أو قضية هيخلص على خير بإذن الله تعالى، راح يخلص على خير. الموضوع ده في محكمة، عندك قضية راح تخلص على خير. في عندك هنا شخص أنت يعني هنا هتقدر تخرصه بردك عليه، هتخرصه، خليه يخترص بكلام، هتديله كلام زي ما بقوله في الدون، هتخليه يخرص خالص، مش هيتكلم، هيمتنع عن الكلام. شايفنا؟ اللهم صل على الحبيب المصطفى. في عندك رزق دايلك، الرزق دي دايلك قريب وهتنبسط بيه جدا لان انت محتاجه. الرزق ده خلاص على عتبة بابك، دايلك باذن الله تعالى وهتنبسط. في بلوك بينك وما بين شخص، بلوك بينك وما بين شخص هينفك. في عندك زيارة لدكتور، في عندك زيارة لدكتور، بتزور دكتور أو بتروح عند دكتور، في عندك زيارة. اللهم صل على الحبيب المصطفى. بس أنا شايف أمور يعني حالات كثيرة هتحدث معاك، خلي بالك منها. راح تعرف مين اللي حاسدك، مين اللي باصصلك في كل حادث. عندك عتبة جديدة، العتبة دي فيها راحة ليك، في شراء بيت أو تغير محل إقامة، في عندك مبلغ من المال دايلك، مبلغ من المال كويس، المبلغ ده كويس أنت محتاجه. في تحقق هنا حاجة يعني أنت منتظرها بفارغ الصبر راح تتحقق معاك. في بركة في الرزق وترقية تخص عملك. في حاجة مفقودة عشان انت تعصر هنا على شيء مفقود بقاله فترة راح تعصر عليه. حاجة مفقودة يعني منك بقالها فترة راح تعصر عليها. في قرار صح بتاخذه يخص عملك وهتلاقي دليل يؤكد ان قرارك صح رغم رد الفعل اللي منتظره، راح تلاقي ان قرارك صح اللي خدته، بس انت يعني برغم ده رد الفعل اللي انت منتظره. في شخص ان انت بتحبه، الشخص ده انت بتحبه بيزداد غلاوة عندك وتدوم محبتكم ان شاء الله. في مواجهة، في مواجهة مع غريب يريد اذى ليك، لكن ربك معك وينصرك عليه باذن الله تعالى. شايفك برضو انت عندك ندم هنا، ندمان على كلام او على فضفضة قلته، وانت معك حق، معك حق، بس خلي بالك من كلامك، بلاش تظهر كل حاجة على لسانك وتحكيها للي قدامك، لان كل الناس يعني في ناس بتاخد منك الكلام بتخط عليها كذا كلمة وتزود عليك الكلام ان انت قلت وسويت. المفاجأة الحلوة دي انت غير متوقعها، هي هدية قيمة، يعني هدية كويسة قريبة منك من شخص غالي على قلبك. شافك هنا في اكتشاف امور وحقائق حواليك، هتكتشف، هتعرف مين اللي بيحبك ومين اللي بيتمنى لك الشر، وهتبعد عن الناس دي، هتبعد عنهم. سيبك يعني شافك في خايف من بكره وقاعد بتفكر في اللي جاي، بلاش تفكير وسيبه على الله، سيبه على الله. شافك هنا امنت حد او حبيت او اعطيته الامان، لكن ده طلع خاين او طلع غدار، وانت يعني تعبك نفسيا من كتر اللي يعني اعطيته اكتر حدا الثقه، انت في حاله اكتئاب.
والخنق مسيطر عليك، وكأن صابر على تغير في عدة أمور في حياتك، وكأن يعني هنا بتسأل رب العالمين إنه يقف معاك قدام العيون الشمتانة فيك والشماتة، قافل على نفسك كتير ومنغلق على حالك، بقول لك عندك تيسير ديلك، التيسير ديلك، رزق من عند رب العالمين خلال الفترة اللي جاية، الرزق خلاص هيفتح لك لأنك تعبت كتير ويئست واستحمل. عندك هنا أكتر من نصر جاي لك، عندك أكتر من نصر بإذن الله تعالى ديلك، هتنبسط به. في شخص هنا على ما هياخذ منك مصلحته هيطلع فيك كذا عيب، هيطلع فيك زي ما بيقولوا عيوب الدنيا والآخرة، هو عمال عامل نفسه انه بيحبك انه كذا عشان مصلحته، عايز ياخد منك مصلحة وهياخدها، بس بعد ما ياخدها يا ريت حتى يتمر فيه او يسكت، لا ده يطلع فيك عيوب الدنيا، عيوب الدنيا والآخرة. شايف عندك هنا قطيع التواصل، يعني هنا بينك وما بين شخص هتردع، هتردع من جديد، المحادثة بينك وما بينه هتردع، في محادثات ما بينك وما بين حد كانت مقطوعة، قطع مقطوع ما بينك وما بين حد، رسائل أو مكالمة راح تردع كما كان. شايفك هنا اللي حواليك عمالين يبصولك عن اللزوم، عايزين بيوجعوك، يعني في أشخاص خسارة معاهم الوفاء والولاء، أنت هنا محبوب، في ناس حباك، في ناس حباك جوج وبتتمنى لك الخير وبتدعي لك. عندك شخصين هنا رغم إن يعني بيتعاملوا معاك وفي بينكم وبينهم بينكم ود، الغيرة والحقد، عنده غيرة وحقد هيكون جواهم من ناحيتك. في شخص هنا يعني بيعرض عليك ارتباط في السر، حاول ما تقبلش، حاول ما تقبلش بيه هنا، ما تقبلش بيه، واحذر من شخص بيستغلك عاطفيا وماديا، احذر. شافك هنا هتتعرض في مشكلة وهيكون فيها يعني كيلو قال عليك كتير، واذا طلعت منها حاول تقفل لسانك من حكي مع يعني بعد الناس، ابعد ابعد، معاك رزق جاي لك، معاك رزق جاي لك من رب العالمين. شايفك هنا شخص بتختلف يعني معاه اختلاف بسيط بس بيكبر، وهو الخلاف دي بينكم، احذر. شايفك عايزك تحذر من سرقة بينسبها ليك شخص، خلي بالك. شايفك هنا يعني بتحاول تكون حذر من تكرر يعني غلطاتك السابقة، وحتى انا شايفك انها تبدأ تتعامل بذكاء مع الاشخاص اللي حواليك، بترتاح مع شخص في الكلام وهتبدأ تتكلم عن اللي جواك بدون قلق وبدون خوف، في رزق حلو جاي لك هتنبسط بيه، وانا شايف هنا الرزق ده هيكون رحت ليك بإذن الله تعالى وهتنبسط. قد ما كنت مهموم ارمي حمولك على رب العالمين، هو اللي هينديك، هو اللي هيخرجك من محنتك، هو الرزاق. شخص هنا الشخص ده نرجسي، بيكون يعني مخطئ معاك في جميع تصرفاته وانت مش هتكون عارف يعني تحط معاه النقط على الحروف. شايفك بتبدأ مع شخص بدايات جديدة، شايف هنا انت يعني شايف في عندك هنا وحدة بتتدسس عليك بطريقة فيها نوع من الذكاء، احذر الفترة دي من شخص يحاول يعني يقلب عليك الترابيزي، في حوار بينك وما بينه، ولكن رب العالمين بينصرك فيه، رب العالمين بينصرك لأن قلبك طيب ونيتك سالكة وبتتعامل مع الناس بالخير وبالحسن وبتتعامل معهم بالصدق،
لكن في ناس غدارة، ناس مش بتحب الخير، مش بتحبك تكون أحسن منه، لكن رب العالمين بينصرك. في مكالمة تليفون بتديلك من شخص غايب عنك، مكالمة تليفون دي بتديلك قدامك خطوتين وراح تديلك المكالمة، شايف عندك هنا عندك يعني موضوع فيه إمضاء، يعني موضوع إمضاء على عقد، يعني شايفك امتلاك شيء أو قضية، يعني في حدا بتمضي عليها راح تمتلكها، بس عندك قضية رب العالمين بينصرك فيها. في عندك هنا موضوع نقل بيتم معك على خير بإذن الله، عندك مناسبة حلوة بتحضرها وبتحتفل بشيء يخصك أو يخص حد من عتبة العيلة، بتحتفل وفرحان. صلى على الحبيب المصطفى ويدعم الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا أحبابي في الله. هسه شايف عندك حيرة من العالم والناس اللي حواليك، وكأني شايفك هنا مش عارف تتعامل معاهم بأي أسلوب، بس أنا شايف هيكون عندك يعني مشكلة، بس رب العالمين هيقف معاك وهيحلها لك. في عندك شخص بيراسلك رسالة على التليفون وبتكون يعني أنت شايفك محتار ترد أو لا، هو عمال يرسل لك ويبعت لك الرسالة بس أنت محتار مش عارف ترد ولا ما تردش. انفراجات مالية ديالك، انفراجات كويس. وفي نفس الوقت هنا في أزمات برضو مادية عندك، وده بيدل انك يعني تكون حريص شوية، حرص وكون حريص في أمورك المادية عشان ما تعانيش بكسرة المصاريف. انت بتصرف كتير، نزيه، بتحب النزاهة، بتحب الأكل، بتحب الفسق، حاول تمسك ايدك شوية، حاول تمسك ايدك شوية من المصاريف اكتر من اللازم. في انسانة هنا شغلانتها يعني زي ما بيقولوا الكيل والكال، الكلام شغلانتها الكلام، الكيل والقال، خلي بالك واحذر منها. عاملة لك بطاقة السحر، سحر وقف، سحر تعطيل بتعاني منه من زمان. السحر حتى الخلفة واقفة معاك، كل حاجة مدمرة معاك من زمان السحر ده. الست دي احذر، احذر منها واحذر من التصرف يعني يصدر منك. في حد هنا يعني ممكن هيفهمك غلط، في حد هنا تكون يعني في مكان وهيدخل عليك شخص، خلي بالك منه الشخص ده عشان هيبص لك نظرات مش كويس. في شخص هنا هيحكي عليك كلام بالغلط، عليك هيحكي كلام يعني هو مش فيك، الكلام ده الكلام دي مش فيك ولا انت ما عملتوش ولا ما قلتوش، بس هيقول عليك الكلام ده لانه هو مش كويس ومش بيحبك. بس انا شايفك هنا قلبك موجوع كتير. ايه اللي كسر قلبك؟ قلبك موجوع كتير، وكاني شايفك هنا شايل جواك هموم او حزن، مش عارف مع مين تتكلم ومع مين تحكي، امور حواليك فيها عدم انضباط. بس انا عايزك ترمي كل ده، ارمي حمولك كلها على رب العالمين، ارمي حمولك وارمي اللي دواك على رب العالمين، لان هو اللي هيريح قلبك من كل الهموم دي. اشكر ربك، اشكر ربك على اللي جواك، وادعي ربك يهديك قدرك الخير، والدعاء يغير القدر. وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تردون لله وقار. فأكثر من الاستغفار على قد ما تقدر، خلي لسانك عليه ذكر الله، خلي لسانك عليه ذكر الله. شايف هنا في شخص هنا يعني عندك هنا شخص متقلب الود، والود يعني بينكم هينقلب ما بين يوم وليلة، شخص يعني بينكم فراق وخصام، بتردع العلاقة أقوى من قبل. بس حتى لو العلاقة رجعت فهو لسه عنده النرجسي والأناني. شخص هنا بيجبر بخاطرك في موضوع أنت بتحتاجه فيه، وشايف هنا
عندك طريق سفر وهيكون خير عليك. شخص من المقربين منك هيعاني الفترة دي بوعكة صحية. هيعاني بوعكة صحية الشخص ده. احذر هنا الفترة دي يعني عشان عندك التعب شوي. تعب في الصدر وتعب المعدة، تعب الظهر. تصحى عندك أرق، التفكير 24 ساعة، تفكير الطاقات السلبية مسيطر عليك. هو دي منطقة السحر. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا بقول لك هتحتاج تبرر لشخص موقف صدر منك، ولكن يعني مش هيسمع ليك في كل التبررات. وانا عايز اقول لك يعني ما تبررش لحد ملوش اهمية عندك. في عندك مشوار بتروح وبتتقابل مع حد صدفة بتسلم عليه. شايف هنا بقول لك يعني داخل لك شخص بعد فترة هتتعرف عليه. عندك الخير دايلك، هيدي لك من وراه، قادم ليك. بس خلي قلبك متسع بالإيمان والثقة في رب العالمين. شايف هتسمع هنا على شخص يعني انه عنده يعني الشخص ده تعبان قوي، تعبان بس هو اذاك، وهتسمع عنه انه هو تعبان. دعوتك استجابت. في شلال خير ورزق داخل لك عن قريب. شلال رزق وخير داخل لك خلاص. شايفك يعني بتغير، عندك تغير مكان عمل ده، هتغيره عندك للأعلى شانك هيعلى في العمل. في إنسان هنا بتتدسس عليك بطريقة يعني طريقة مش كويس. الإنسان دي عمالة تتدسس عليك. في بلوك بينك وما بين شخص بينفك. عندك هنا نصرة، عندك نصرة. النصرة دي على ناس يعني على أشخاص كمان أذتك، هتنتصر. عندك نصر عليهم، بتنتصر عليهم بإذن الله تعالى. الفرحة ديالك. بس أنا شايف عندك يعني أنت قلقان على حد مريض أو على شخص مريض من عيلتك، قلقان عليه جوا عشان شايف قلق من ناحية حد مريض من عيلتك. وشوف هنا البعض، عند البعض هنا فرحة في بيتك بإذن الله تعالى، فرحة في قلب بيتك. بس عندك حسد شديد من المقربين مؤثر في حياتك كثير، هو السحر كل عامل لك يعني قلة رزق، متعطل، نفور بينك وما بين الشريك، وتفكير في الانفصال، مش طايق أي شخص. خلي بالك واخلص من السحر. في صلح، الصلح ده ما بينك وما بين حد عزيز على قلبك، أو صلح بينك وما بين الشريك، في رجوع للمنفصلين. واللي فكر في الانفصال ما تاخدوش قرار دلوقتي حاليا، لان السحر شديد عليكم، فبلاش تفكر في قرار الانفصال. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يسعدكم واياكم جميعا يا رب العالمين. فضلا وليس امرا احبابي في الله، ادعموا الفيديو باللايك، وان كنتم لم تشتركوا في القناه يشرفنا اشتراككم في القناه، وفعل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من اسرار العالم الروحاني، وعلى الاعدادات داخل القناة، والرقم امامكم اللي حاب يتواصل معنا يتواصل. وكما قلنا شوفوا، كنت عايزين انزلكم فيديوهات لعلاج السحر او المس او التابع او القرين او اي علاج، اكتبوه في التعليقات وهنعمل لكم فيديو ليه باذن